أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 756 مليار و637 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 11715 نقطة. كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 26% ليغلق عند مستوى 2212 نقطة. وانخفض مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال عصمت ياسين. أهلا بحضرتك، في البداية رؤيتك لأداء البورصة خلال اليوم. مساء الخير يا فندم. الحقيقة النهاردة زي ما حضرتك تفضلت، كانت أغلب المؤشرات النهاردة كانت على تراجع. جميع قطاعات السوق النهاردة كانت متراجعة، اكسبت بس كان قطاع السياحة وقطاع مواد التعبئة هم قطاع مواد البناء هم اللي كانوا على صعود، لأن في أخبار كانت بتدعم هذا القطاعين. غير كده احنا لازال مؤشر رئيسي بيحوم حول منطقة دلوقتي، أصبح خلاص الدعم السابق 11850 أصبح دلوقتي المقاومة الأولى عشان نرجع تاني للقناة الصاعدة، إلا أننا دلوقتي قفلنا عند 11715 اللي هتدينا فرصة إن احنا نرجع تاني نعيد اختبار منطقة 11630. خلي بال حضرتك ان احنا عندنا ثلاث عوامل مهمه جدا هي المؤثره علينا حاليا في السوق. اول حاجه ان احنا مع بدايه العام احنا وصلنا لمنطقه 12100، بس ما قدرناش نقف فوقيها علشان ما كانش فيه زخم شرائي قوي في المنطقه دي، وطبيعي جدا ان انا لما بوصل لمنطقه مقاومه قويه ان انا بلاقي فيه البياع القوي اللي كان محبوس من فتره بيبتدي يتخارج، فكان شيء طبيعي قوي ان احنا نفضل نحوم حوالين المنطقه دي لحد ما افقنا وبنرجع تاني هنزور منطقه الدعم الثانيه. الشيء الاخر اللي كان برده مسيطر علينا قوي هو الاخبار الجيوسياسيه اللي في المنطقه العربيه، طبعا بالتاكيد مأثره علينا، زائد الموضوع كمان ان انتشار الجائحه في الدول في اغلب دول العالم في تاثير قوي على الاستثمارات الاجنبيه. زي ما حضرتك شايف النهارده ان احنا عندنا الاستثمارات الاجنبيه العرب والاجانب كانوا في كافه المبيعات وصوت شراء انتقائي من المؤسسات المصريه. نعم، طب توقعات حضرتك للسوق خلال الجلسات القادمه باذن الله؟ احنا متوقعين ان شاء الله ان تخف حاده الضغوط البيعيه دي بنهايه الاسبوع اللي هو جلسه بكره ان شاء الله، احنا ممكن نبتدي نشوف في قوه شرائيه جديده تبتدي تدخل الرويدا اللي هتكون خاصه على الاسهم القياديه لانها دلوقتي خلاص اختبرت مستويات الدعم الخاصه بيها، وممكن ان هي تؤهلها انها تبتدي تاخد موجه سعريه صاعده. مش هقدر اقول لك ان انا هرجع تاني منطقه 12000 بسهوله الا اذا كان في اخبار ايجابيه، واحنا بالفعل عندنا اخبار ايجابيه. ما تنساش ان احنا دلوقتي احنا في نهايه الشهر، يعني بسلمة ايام قليله ويبتدي في طرحين جداد منتظرهم السوق المصري هيبداوا يشتغلوا معانا خلال الفتره اللي جايه. يعني اللي هم ايه يا فندم؟ عندنا نهر الخير ان شاء الله متوقع هو خلاص اخذ الموافقه من هيئه الرقابه الماليه ان هو يبتدي تداول عليه والطرح من اول اسبوع اخر اسبوع في شهر يناير اول اسبوع في شهر فبراير. وكمان عندنا ماكرو الطبيه برضو اخذت الموافقه وهتبتدي برضو في نفس التوقيت، فده ان شاء الله ممكن هو يحفز الصناديق الاستثمار والصناديق السياديه انها تبتدي تدخل في الطروحات الجديده دي وتبتدي ترجع تاني تدخل عندنا زخم شرائي يبتدي يحرك الدفه مره ثانيه لفوق. احنا اللي بينقصنا حاليا احجام السيوله، احجام السيوله دلوقتي احنا ما عندناش بنوصل المليار، اصبح افرج الجلسه دلوقتي 650 700 النهارده، يعتبر احجام التداول عندنا عاليه مقارنه ببقيه جلسات الاسبوع. احنا عاملين النهارده 749 مليار مليون عفوا 749 مليون فقط بس للاسهم مش مع السندات، لكن ده يعتبر برضو رقم قليل بالمقارنه بالجلسات السابقه في الكوارتر الاخير من عام 21 كنا بنوصل 2 مليار و2 مليار ونص. نعم، فكده احنا محتاجين فعلا يعني قوه شرائيه قويه تدخل على القياديات عشان نرجع تاني للمستويات اللي كنا عليها ونبتدي فعلا نجرب على مستويات مقاومه ونثبت فوقيها ان شاء الله. خبيره اسواق المال عصمت ياسين، شكرا جزيلا لحضرتك.